نقطة نسجل على هذه الحكومة الاستثنائية لأنها يعني أغلبها تكنوقراط، استثنائية لأنها أول تعديل حكومي، وهذه بداية ديال الارتجالية ديال هذه الحكومة. كذلك الإجراءات اللي جابته في قانون المالية يتناقض مع البرنامج الحكومي، بحيث داخل البرنامج الحكومي جاب يعني ورش كبرى من هذه التغطية الصحية والاجتماعية، محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتمناها. ولكن في خلال المناقشه ديال القانون ما تفاجأنا بان الطرق ديال التمويل ديال هذه المشاريع الكبرى كلها كانت على حساب الطبقه المتوسطه والطبقه الضعيفه، حيت مشاو لجؤوا الى السحلول السهله، زادوا في الثلاجات، زادوا في هذوك الصبانات، زادوا في الاجهزه الكهربائيه، التلفازات، وهذه حلول غتضر غير واحد الطبقه اللي هي متوسطه وهي فقيره. حنا قلنا لهم اليوم حنا معاكم، ولكن طرق التمويل عطيناكم الحلول، سيروا التجؤوا للتضريب ديال 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 الناس ديال محتكرين بعض المجالات، مقالع الرمال، سيرو ديال الصيد في آلي ربي حار، الشركات الكبرى اللي كتهرب من الضرائب، ضربوا بعض المواد اللي كتادي الصحه ديال المواطنين والمواطنات وكيخلق عبء على قطاع الصحه، سيروا ديروا حلول بالنسبه للقطاع الغير المنظم والغير المهيكل، وتجيبوا الاموال والملايير للطائله. اقترحنا عليهم كذلك الغاء الطبية بالنسبة للأدوية، اقترحنا عليهم إعفاء المتقاعدين من 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 الضريبة، لأن لا يعقل واحد كيخلص الضريبة وخدام وعادو للمتقاعد وكيخدم. وهذه الإجراءات كلها اللي جات بطبيعة الحال ما متفقينش عليها، متفقين على الحكومة قدمنا 73 تعديل رفضت لنا جميع التعديلات، وعندها توجه ليبرالي وتحت تغطية ديال هذا المصطلح اللي تم السرقة ديالو، هو ديال الدولة الاجتماعية، وهي لا صلة الإجراءات مع هذا المصطلح. أنه مشاو كيستهدفوا القدرة الشرائية ديال الطبقة المتوسطة، ما معناه انه نزيدوا على الثلاجات ونزيدوا على الاله الغسيل ديال الاواني ونزيدوا في الهواتف ونزيدوا في لي طابليت، شنو ما بقى لنا غير هادشي نزيدوا فيه؟ هذا مشينا كنزيدوا فيه. ثالثا انه الارقام التي قدمت كمؤشرات كلها للاسف الشديد غير واقعيه وكتفتقد المصداقيه. رابعا انه اليوم كانت الاولويات اللي كنتكلموا عليها سواء ديال التشغيل او ديال الصحه او ديال التعليم، القانون الماليه ما عكسهاش حقيقه، وكاين واحد النوع من يعني الفرق ما بين ما صرح به وما بين ما جاء في قانون الماليه. ثم رابعا انه عدد من التعديلات اول مره في الحكومات السابقه، لا الحكومه ديال السعيدة ولا الحكومه ديال سعد العثماني، كانت الحكومه تتفاعل مع المعارضه، هذه ما تفاعلتش مع المعارضه نهائيا. تقدمنا ب 73 تعديل، يلا اربعه اللي تقبلوا وفي اغلبهم يعني شكليين، ثم التعديلات اللي قدمنا كانت مهمه بالنسبه الينا، كانت مهمة، يمكن ذكر منها ثلاثة. درنا كيتكلموا على مليار عاد تعطى للأمازيغ، قلنا لهم ديروا له صندوق. كيتكلموا على حماية القدرة الشرائية، قلنا لهم حذفوا هذا الشيء اللي زايدين على المواطنين، وهذه الطريقة اللي هي مثلى، هو أننا نديروا واحد الصندوق ديال التكسير بالنسبة للثلاجات وبالنسبة إذا بغينا نحافظوا على الجانب البيئي. كذلك اقترحنا عليهم هذا ليكوتاكس اللي كان شحال، هذه الرسم مع ديال البيئة، اقترحنا عليهم أن تجمعات فيه الفلوس كيفاش تصرف، ما جاوبوناش. ثم اننا مشينا كنقترحوا عليهم فيما يتعلق بالضريبه على الشركات، فيما يتعلق بالضريبه على الدخل، وفيما يتعلق بالضريبه على القيمه المضافه، قدمنا مقترحات اللي كتحمي القدره الشرائيه للمواطنين وكتحمي الشركات وكتقويها وكتقوي التصدير، لكن للاسف الشديد كان التفاعل ديالها سلبي، فلذلك طبيعي جدا ان نصوت ضدها. منذ انطلاق العمليه ديال ايداع المشروع في مجلس النواب، اختارت الاغلبيه بشكل تعسفي انها تحيد لنا 7 ايام الاولى من الامكانيه ديال المناقشه من التوقيت، حيث ان العرض للوزيره جاء 7 ايام مورا التقديم ديال المشروع. ثانيا اليوم كنعاودوا نقلصوا ب 4 ايام، كان واحد الضغط تشريعي كبير اللي ما يمكنش الفراق من انها بجديه تكون عندها الوقت الكافي لتدارس المشروع الى اخره. رغم ذلك حنا في الفريق الاشتراكي وفي فرق المعارضه عموما اشتغلنا على هذا المشروع بشكل جدي، لاحظنا بانه هو مشروع ديال الاستمراريه ديال السياسات العموميه اللي كانت من قبل، عكس ما تدعيه الحكومه بانها جايه بجراه وغتفتح اوراج كبيره اللي ما كانتش يمكن الجراه من قبل انها تفتح للاسف. وفي التقديم ديال المشروع وفي الميزانيه الفرعيه دائما نتحدث عن الاستمرار، عن المساهمة فيه، عن يعني السياسات كما كانت من قبل ما زالت مستمرة، يعني مشروع ما فيه حتى شي قطيعة، بل أكثر من هذا
فيه واحد النوع من الضرب المباشر لمجموعة الأشياء اللي كتمس الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة في المجتمع المغربي اللي مازال مقصحة من آثار وتداعيات جائحة كورونا. صوتنا بالرفض القانون المالية لسببين. السبب الأول هو أنه لا يرقى ولا يستجيب الحاجيات وانتظارات المستعجلة للمواطنين المغاربة، والسبب الثاني هو الرفض التام للحكومة للتعديلات نتاع المعارضة. وهذه سابقة فرق المعارضة بربعة تجمعوا وداروا تعديلات مشتركة موحدة ومعقولة وتستجيب لانتظارات وحاجيات المواطن. بالنسبة للشق الأول صوتنا ضد هذا المشروع لأنه ما جابش الحلول المستعجلة اللي مفروض نوجده. هو في الواقع ما هو إلا استمرارية لهذاك المشاريع اللي كانت سابقا مع بعض الأفكار اللي تتعرف واحد الارتباك كبير. اليوم مثلا لحل معضلات الشغل بغينا نخلقوا 125 ألف فرصة عمل، فعلى وجه الاستعجال الناس اللي ما عندهم شهادات، هادشي كله مزيان وهاد ولاد المغاربة وحنا مع ذلك، ولكن خصنا نصيبوا كذلك فرص الشغل بالنسبة لحاملي شهادات. اليوم حنا بغينا المواطن المغربي بعدا اللي فقد الشغل ديالو بسبب كوفيد 19 نكونوا سمعنا شي حاجه في هذا المشروع اللي تتوجد له حل باش يسترجع الاقتصاد العافيه ديالو، باش يدعموا المقاوله اللي كانت مخدمه هذوك الناس واضطرت تسد او لا نقصت في العدد العمال، باش ندعموهم ونحفزوهم ويرجعوا هادو. ما كاينش هذا الشيء نهائيا. ثم اليوم دائما في ميدان الشغل نعتبر على ان المقاوله الذاتيه هي حل ممتاز، ولكن المقاولة الذاتية ما يمكنش تكون تطبق على المغاربة كاملين، يمكن تكون في واحد الجزء يعني عادي في واحد النسبة معقولة، ولكن راه ما يمكنش يتحل المشكل هكذا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.